نتابع وإياكم آخر التفاصيل الميدانية هناك مباشرة. يسعدنا أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالزميل الصحفي من قلقيلية محمد نزال. محمد، أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية. أهلا بك هديل، بالسادة أنت والسادة. أهلا بك محمد. يعني آخر مستجدات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومداهمة عدة منازل في محافظة قلقيلية على وجه التحديد، وأذكر محمد أن هذه المحافظة تشهد حملات دهم واعتقال واسعة أيضا ازدادت وتيرتها خاصة خلال الأيام الماضية. يعني إن أردنا الحديث حول آخر المستجدات وما يجري في هذه اللحظات في المنطقة. يعني في البداية هذه مع فجر هذا اليوم قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة عزون شرق القيلية وداهمت عددا من منازل المواطنين وعاثت فيها خرابا وفسادا واعتقلت شابا من بلدة عزون ثم انسحبت من البلدة، ثم تبعه اقتحام لمدينة قلقيلية حيث قامت قوات الاحتلال بمداهمة عددا من أحياء المدينة ودون تسجيل أي حالة اعتقال أو يعني مداهمة لمنازل المواطنين. تتعمد قوات الاحتلال يعني منذ فترة 3 أسابيع لنصب كمائن داخل أحياء البلدة في محاولة منها يعني للوصول للمقاومين الفلسطينيين. في جانب آخر مع صباح هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية ثم انسحبت من البلدة واقتحمت بلدة رأس عطية جنوب المدينة ثم انسحبت من بلدة رأس عطية وعادت لاقتحام بلدة حبلة من جديد وانسحبت يعني قوات الاحتلال من بلدة حبلة دون تسجيل أي حالة اعتقال وتجدد الاقتحام يعني في تمام الساعة 10 صباحا لتتفاجأ يعني عائلة أبو حمدي في البلدة بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزلها يعني الواقع بالقرب من البوابة الجنوبية للبلدة وقامت بإخبارهم بأن المنزل سيتم تحويله لسكنة عسكرية لعدة أيام تحت ذرائع يعني أمنية. نعم. يعني هذه مجمل يعني التطورات في محافظة قلقيلية، وإضافة إلى ذلك أذكر بأن قوات الاحتلال أيضا اقتحمت بلدتي النبلياس وجيوس شرق قلقيلية برفقة جرافات وقامت بيعني هدم غرفة داخل أرض زراعية تعود لأحد المواطنين في المنطقة. أشكرك زميل الصحفي محمد نزال، حدثنا من محافظة قلقيلية حول كافة المستجدات الميدانية خلال الساعات الماضية. شكرا لك محمد.